نيوبترين تيست. في الفيديو ده هنتكلم على كل المعلومات الخاصة بالنيوبترين تيست. في البداية هنبتدي بالابريفيشن أو الاختصارات اللي بنستخدمها عشان نتعرف على النيوبترين تيست داخل المعمل. نختصر بال NEOP أو بنختصره بال NPT. بنقدر نقيسه في عينة السيرم أو البلازما. الريفرنس فاليو بتبقى up to 2.5 نانوغرام بير ملي لتر. الميثود اوف ميجرمنت بنقيسه عن طريق الإلايزا تيست داخل المعمل. النيوبترين عبارة عن سمول مولوكيول، تركيبه زي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامنا دي، وهو واحد من مجموعة من الكيميكال بنسميها البيتريدينز، بتتميز باللو مولوكولار ويت. النيوبترين بيتكون داخل سيلز انتراسيلولار نتيجة للكاتابوليزم لمركب بنسميه الجوانوزين تراي فوسفيت، نختصره بالجي تي بي، وهو واحد من النيوكليوتايد وخاصة البيورين نيوكليوتايد. بيتم تخليه النيوبترين داخل السيلز انتراسيلولار وخاصة في الاميون سيلز زي الماكروفاجس والدندريتك سيلز في حالة الاكتيفيشن او السيلولار اميون رياكشن. زي ما احنا شايفين في الصورة دي الماكروفاج بتطلع النيوبترين في حالة الاميون اكتيفيشن او عملية الاكتيفيشن للماكروفاجس او الدندريتك سيلز. عملية الاكتيفيشن للماكروفاجس بتتم عن طريق الانترفيرون جاما اللي بيطلع من الاكتيفيتد تي ليمفوسايت. التي ليمفوسايت بيحصل لها اكتيفيشن في حالات الانفكشن، عشان كده بتفرز الانترفيرون جاما، والانترفيرون جاما هو اللي بيعمل اكتيفيشن للماكروفاجز وبيعمل ستيميوليشن للسنسز اوف نيوبترين اللي بيطلع بعد كده من الاميون سيلز وبيوصل للبلازما وكل البادي فلويد. وبالتالي النيوبترين بيعكس كل الاميونولوجيكال بروسيس اللي بتتم في المونوسايت او الماكروفاج او الدندريتك سيلز، لانه بيزيد في حاله الاكتيفيشن للسيلز دي، وبالتالي احنا بنستخدمه كجنرال ماركر اوف اميون اكتيفيتي. لو زاد النيوبترين معنى كده ان حصل اكتيفيشن للاميون سيلز سواء الماكروفاجز او الدندريتك سيلز. والنيوبترين بيتميز بالاستابيليتي داخل البادي فلويد لانه تركيبه ما بيتغيرش داخل البلازما او البادي فلويد، وكمان بتظهر لفتره طويله داخل البلازما والبادي فلويد، عشان كده احنا بنقدر نقيسه بطريقه اسهل من السيتوكاين، لان السيتوكاين بتظهر لوقت قصير جدا نتيجه للميون اكتيفيتي. وبالتالي اي زياده في النيوبترين بتدينا انديكيشن على زياده البايوسنسز داخل الاميون سيلز في حالات الاكتيفيشن اوف سيلولار اميون سيستم. والاكتيفيشن اوف سيلولار اميون سيستم بيحصل في حالات الفيرال انفكشن، عشان كده بنلاقي النيوبترين بيحصل له انكريز في البادي فلويد في حالات الفيرال انفكشن، وزياده النيوبترين بتبقى موجهه اجينست الفيرالي انفكتد سيلز. بنلاقي النيوبترين بيبقى له انتي اوكسيدنت افكت، عشان كده بيزيد في حالات الفيرال انفكشن. وزي ما احنا شايفين في الفيديو اللي قدامنا بنلاقي ان الفيرال انفكشن بتؤدي للانكريز اوف انترفيرون جاما بكميه كبيره جدا. بعد كده الانترفيرون جاما بتطلع من التي ليمفوسايت وبتوصل للبلازما وبتعمل اكتيفيشن للماكروفاجس والدندريتك سيلز. وزياده الانترفيرون جاما هي المسؤوله عن تكوين النيوبترين، لان الانترفيرون جاما بيعمل اكتيفيشن لانزيم بنسميه سايكلو هيدروليز 1، وهو المسؤول عن عمليه الكليفج، بيحول الجوانوزين ترايفوسفيت بيحوله للداي هيدرو نيوبترين ترايفوسفيت، واللي بتحول بعد كده للنيوبترين. في الانديكيشنز او هواي وميجر النيوبترين داخل المعمل، بنقيس النيوبترين داخل المعمل عشان نعمل بيه دياجنوزيس للفيرال انفكشن، لان احنا قلنا ان النيوبترين بيزيد في حالات الفيرال انفكشن بشكل كبير. كمان بنستخدمه فور ديفرنشال دياجنوز، بنقدر نفرق ما بين الاكيوت فيرال انفكشن من اكيوت بكتيريال انفكشن. كمان بنستخدمه كانديكيتور للديزيز اكتيفيتي في حالات الاوتو اميون ديزيزز، لان في حالات الاوتو اميون ديزيز بيحصل ديستربنس في الاميونيتي، عشان كده النيوبترين بيزيد بشكل كبير. كمان بنستخدم النيوبترين فور الفولو اب في حالات الكرونيك انفكشنز، لان في حالات الكرونيك انفكشن بتاثر على الاميون سيستم وبالتالي بتغير كميه النيوبترين، فعشان كده احنا بنستخدم النيوبترين عشان نعمل فولو اب، وكمان بنعمل بيه مونيتورنج للميونوستيمولاتري ثيرابي، بنقيم الميونوستيمولاتري ثيرابي اللي احنا بنديه في الكرونيك انفكشن، هل في استجابه للثيرابي ولا مفيش استجابه. الانتربريتيشن
النيوبترين زي ما قلنا بيزيد في حالات الانفكشنز وخاصة الفيرال انفكشن، زي ما احنا شايفين في الشكل قدامنا ده في حالات الاكيوت فيرال انفكشن بنلاقي ان النيوبترين بيزيد بشكل كبير جدا وشكل سريع، وكمان الزيادة بتاعته بتبقى بيفور السيرو كونفرجن، بمعنى ان زيادة النيوبترين بتسبق الفورميشن اوف اميونو جلوبلين زي الاي جي جي. زيادة الاميونو جلوبلين بنسميها السيرو كونفرجن، عشان كده النيوبترين يعتبر ماركر سريع جدا في حالات الاكيوت فيرال انفكشن. كمان النيوبترين بنقدر نستخدمه عشان نعمل مونيتورنج للسكسسفول ثيرابي، لان في حالات الثيرابي بالاميونو ستيميليتنج دراجز بتعمل ديكريز للليفل اوف نيوبترين، وده بيدينا انديكيشن على السكسسفول ثيرابي. السبب الثاني اللي بيزود النيوبترين وهو الاوتو اميون ديزيزز. في حالات الاوتو اميون ديزيزز الليفل اوف نيوبترين بيزيد بشكل كبير جدا بالمقارنه بالكنترول زي ما احنا شايفين في الصوره اللي قدامنا دي، لان في حاله الاميون ديزيز بيحصل سيفير ستيميليشن للاميون سيستم، وبيبقى دايما في كلوز اسوسيشن او علاقه وطيده جدا ما بين الانكريز اوف نيوبترين ليفل والاكتيفيتي اوف اوتو اميون ديزيز. زي ما احنا شايفين في الصوره كل ما بيزيد الليفل اوف ديزيز بيزيد الليفل اوف نيوبترين، عشان كده النيوبترين بيدينا انديكيشن على الستيج اوف اوتو اميون ديزيز. والصوره اللي قدامنا دي في حالات الروماتويد ارثرايتس بنلاقي ديفرنت ستيجز اوف روماتويد ارثرايتس بيبقى فيها ديفرنت ليفل اوف نيوبترين في البلازما، عشان كده النيوبترين بيدينا مؤشر على الاكتيفيتي اوف اوتو اميون ديزيز. السبب اللي بعد كده اللي بيزود النيوبترين وهو بعض المالجننت ديزيزز زي في حالات الهيماتولوجيكال نيوبليجيا وفي حالات الجاسترو انتستينال كانسرز. في الحالات دي النيوبترين بيزيد والزياده بتاعته بتبقى ريليتد للديجري اوف مالجننت ديزيز. كل ما يزيد النيوبترين ده بيدينا انديكيشن ان ده ادفانسد ستيج من المالجننس، عشان كده النيوبترين احنا بنستخدمه فور فولو اب للمالجننت ديزيزز. كمان النيوبترين بيزيد في حالات الالوغرافت ريجكشن اللي هي في حالات زراعه الاعضاء داخل الجسم زي في حالات الكيدني ترانسبلانت. في حاله حدوث الريجكشن بيحصل زياده في النيوبترين في البلازما، وبتحصل زياده سريعه جدا زي ما احنا شايفين في الصوره بنسميها الريجكشن ايبيسودز. بيزيد فيها النيوبترين نتيجه لزياده الاكتيفيتي للاميون سيستم واللي بيعمل ريجكشن للاورجان اللي تم زراعته داخل الجسم، فعشان كده احنا بنعرف ان حصل ريجكشن للاورجن اللي تم زراعته بعد الجراحه من خلال النيوبترين ليفل. لو زاد بالشكل الموجود قدامنا ده بيدينا انديكيشن ان هيحصل ريجكشن للاورجن، ولكن لو حصل تريتمنت بالاميونو سبريسيف ثيرابي في الحاله دي بيحصل ديكريز للنيوبترين بشكل سريع جدا، وده بيدينا انديكيشن على السكسسفول ثيرابي، عشان كده النيوبترين تيست واحد من الاختبارات اللي احنا بنستخدمها في الدياجنوزيس اوف الوغرافت ريجكشن. اليورين نيوبترين زي ما قلنا النيوبترين بيبقى موجود في البادي فلويد وكمان موجود داخل اليورين، نتيجة لان النيوبترين عبارة عن سمول مولكيول بيبقى له لو مولكولار ويت، عشان كده بيحصل له فلتريشن من الكيدني عن طريق الجلوميرولاي وبينزل في اليورين، وبيبقى فيه كوروليشن ما بين البلازما ليفل واليورين ليفل، بمعنى ان هو لو زاد في البلازما بيزيد في اليورين، عشان كده بيدينا نفس الدياجنوستيك سنسيتيفيتي، ولكن بشرط ان الرينال فانكشن لازم تكون نورمال، لان لو الكدني فيها اي مشكله بالتالي هتعطل نزوله في اليورين، عشان كده مش هنقدر نشخص بيه. فعشان نقدر نستفيد من النيوبترين داخل اليورين لازم تكون الكدني سليمه، وعشان كده احنا دايما لما بنقيس النيوبترين الموجود في اليورين بنقيس معاه الكرياتينين الموجود في اليورين وبنعمل ما بينهم ريشيو بنسميها نيوبترين تو كرياتينين ريشيو، وبنستخدمها فور دايجنوزيس وكمان فور مونيتورنج للديزيز بروجريشن وكمان فور مونيتورنج للإفكت أوف ثيرابي أو في العلاج. وقياس النيوبترين في اليورين بنسميه نون انفيزيف تيست، بمعنى إن عينة اليورين عينة سهلة جدا بنقدر ناخدها من البيشنت وبالتالي بنقدر نشخص منها، وكمان بنعمل فولو أب للديزيزز بشكل سهل جدا وبتدي نفس الإنديكيشن أو الدياجنوستيك سنسيتيفيتي زيها زي البلازما. الأدفانتجز أوف نيوبترين تيست، النيوبترين تيست احنا بنستخدمه كيوسفول تول تو مونيتور الديزيز اللي بيبقى فيها اكتيفيشن اوف سيل ميديتد اميونيتي، زي ما شفنا في حالات الفيرال انفكشن او الاوتو اميون ديزيز بيحصل اكتيفيشن للاميون سيستم، عشان كده بنستخدم النيوبترين كجنرال ماركر
على الاكتيفيشن اوف سيل ميديتد اميونيتي. كمان النيوبترين واحد من اليوزفول تيست بنستخدمها عشان نقدر نكتشف الفيرال انفكشن في البلود بانك، وبالتالي بنعمل ريدكشن للريسك اوف انفكشن عن طريق البلود ترانسفيوجن، بمعنى ان احنا بنقدر نكتشف الفيرال انفكشن في العينات اللي بناخدها من المتبرعين في بنوك الدم، وبالتالي بنمنع اي عينه فيها فيروس انفكشن ان هي تتنقل لمريض سليم. وده كمثال في حالات السيتوميجالو فيروس. لو خدنا عينات من مجموعة من المتبرعين ولقينا فيها نيوبترين ليفل بيبقى انكريز بالرغم من ان الاميونوجلوبلين سواء الاي جي ام او الاي جي جي نيجاتيف، لو خدنا عينة بعد فترة من نفس المتبرعين دول بنلاقي بيحصل انكريز للاي جي ام زي في الشكل بي، ولو خدنا عينة تانية بعد فترة اخرى بنلاقي بيحصل انكريز للاي جي جي. فبالتالي السيتوميجالو فيروس انفكشن بنقدر نعمل لها ديتكشن باي انكريز نيوبترين ليفل، واللي بيزيد بيفور الاميونوجلوبلين. فعشان كده احنا بنقدر نحمي الشخص اللي بياخد العينة من بنوك الدم ان هي تكون خالية جدا من الانفكشن، وخاصة السيتوميجالو فيروس. فلو لقينا العينة فيها زيادة للنيوبترين ده بيدينا انديكيشن ان العينة فيها فيرال انفكشن حتى لو العينة بتدينا نيجاتيف للاميونوجلوبلين. عشان كده هو اختبار مهم جدا في بنوك الدم، ومن خلال بنقدر نقلل نقل العدوى الفيروسية ما بين المتبرع والشخص اللي بياخد عينة الدم. كمان من ضمن الادفانتجز للنيوبترين ان هو بيزيد بشكل سريع جدا قبل الكلينيكال مانيفستيشن، زي ما احنا شايفين الكيرف اللي هو موجود قدامنا ده اللي بيدينا انديكيشن على زياده النيوبترين. بنلاقي ان النيوبترين بيزيد عن النورمال فاليو في بدايه الانفكشن، بيزيد بشكل سريع جدا وبيوصل للبيك مع ظهور الكلينيكال سيمتوم، بعد كده بيبتدي يقل مع الهيومورال اميون ريسبونس واللي من خلاله بيتم زياده الاميونوجلوبلين زي الاي جي ام، وبعد كده بيزيد الاي جي جي. فزي ما احنا شايفين ان النيوبترين بيزيد بشكل سريع جدا قبل السيمتوم او الاعراض ما تظهر على المريض، وكمان بيزيد اسرع من الاميونوجلوبلين سواء الاي جي ام او الاي جي جي اللي بيظهر بعديه. فعشان كده النيوبترين يعتبر ماركر مهم جدا للاميونولوجيك ديزيزز وماركر سريع. الميجرمنت اوف نيوبترين، بنقيس النيوبترين من خلال النيوبترين إلايزا كيت، وبنستخدم فيها الانتيبادي سبيسيفيك فور هيومن نيوبترين. من خلاله بنستخدم الانتيبادي اللي بيبقى فيكسد على السوليد فيز واللي بيتحد مع النيوبترين كأنتيجين، بعد كده السكند انتيبادي اللي بيبقى متحد مع البيوتين والهورس راديش بيروكسيديز، واللي من خلاله بيتم الرياكشن وبنقدر نقيسه في الإلايزا ريدر، وبيدينا كوانتيتيف ميجرمنت للنيوبترين سواء في السيرم او البلازما او عينة اليورين. وبالتالي احنا اتكلمنا على كل المعلومات الخاصة بالنيوبترين تيست، وعرفنا ان النيوبترين عبارة عن general marker of immune activity، بيزيد في حالات الفيرال انفكشن والانفلاميشن وبعض المالجنانسي. بنستخدمه for differential diagnosis of acute viral infection من البكتيريال انفكشن. النورمال فاليو بتبقى up to 2.5 نانوغرام بير ميلي لتر، بنقيسه في عينة السيرم او البلازما او اليورين عن طريق الإلايزا تيست. بيبقى يوسفل تيست في البلود بانك لانه عبارة عن يوسفل تول تو ريديوس ريسك اوف انفكشنز، وخاصة الفيرال انفكشن فيا بلود ترانسفيوجن.